على أنغام النشيد الوطني اللبناني أطلق عازف الكمان الأشهر في العالم العربي جهاد عقل المعزوفات الميلادية على طريقته الخاصة. ليدخل قلوب الأطفال وأهالي الأشرفي الذين نسوا أحزانهم عشية العيد المجيد. هي لغة توحد حولها الإنسانية جمعاء ويفهمها كل إنسان، إنها الموسيقى. لا شك نحن جدا بحاجة لهذه اللغة، وأنا من الأشخاص اللي دايما بحب أني احتك بالناس ووصل رسالتي للناس عبر الموسيقى. الموسيقى اللي هي بلسم للجراح وبلسم للروح وبلسم لكل شيء جميل بهالحياة رغم الظروف اللي نحن عايشينها، بس برضو عم نقدر نقدم البسمة والسعادة للناس. اليوم عبر التلفزيون لبنان أستاذ جهاد، نحن عم نجرب نوصل هذه الرسالة. شو بتحب تقول للبنانيين؟ شو بتحب تقول لكل الأشخاص اللي يمكن اليوم بيعينوا هذه الدمعة بعدها من خلال الأحداث الأخيرة والأزمات اللي عم بيعيشوا اللبنانيين؟ لا شك هذه الدمعة عم بتطالنا جميعا، ولكن بضل الأمل موجود والأمل لحياة أفضل، فبدنا نتحمل شوي ونصبر شوي. أستاذ جهاد، طلع بكاميرتك وتمنى أمني للعام الجديد. أمنيتي أنه نعيش بهالسنة الجديدة أن تكون فاتحة خير وفاتحة أمل لبناء حياة أفضل بإذن الله. على الرغم كل الصعاب، يبقى اللبناني بحاجة لكمشة فرح في ظل كل هذا المشهد السوداوي. جهاد عقل ملك في إحساسه وإنسانيته. نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان.